السلام عليكم. وعليكم السلام يا حبيبي، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ازيك يا وفاء؟ الحمد لله. ازيك يا ريكو، عامله ايه؟ الحمد لله يا بابا تمام. عرفت اللي عمله محمد؟ ايوه يا ستي. مش انا قلت لكم انه كويس؟ وياما حاولت اثبت لكم، محدش فيكم كان بيصدقني. فعلا يا بنتي محمد ده حظ، بس خلاص هنعمل ايه؟ ادي الله ودي حكمته. يا بنتي يا حبيبتي ان شاء الله ربنا هيعوضك باحسن منه. وليه احسن منه يا ماما؟ ما هو لسه موجود. وهي بقى الناس هتنسى ان اخوه رد سجون؟ طب واحنا مالنا ومال اخوه؟ المهم ان محمد اثبت انه انسان كويس وشاطر في شغله. وبعدين طب ما كل عيله فيها الكويس وفيها الوحش. انا عن نفسي بحبه وبحترمه من يوم ما شفته، وبعتبره بالظبط زي ابني. معاك حق يا بابا. وبعدين ما ينفعش اخوه يغلط وهو يتحاسب بذنبه، ده حتى ما فيش في القانون حاجه بتقول كده. الشاي. شاي يا سيده، ما تيجي نخش جوه. نخش فين يا راجل؟ وابنك اللي زي الشحت ده اللي قاعد في اوضته. واحنا مالنا وماله؟ احنا عرسان جداد بقالنا كام شهر. قلت لك مش هتلمسني ولا تيجي جنبي طول ما ابنك قاعد معانا في الشقه. وبعدين بقى انا مش عارفه اخد راحتي في بيتي، مش عارفه البس اللي نفسي فيه. ما هو ابني برضه يا سيده، يعني ارميه في الشارع. يعني جاي منين يا اخويا؟ يعني جاي من بلاد بره؟ ده جاي من السجن يا عينيا. خلاص بقى يا سيده مش كده. اوف بقى العيشه اللي اتطهق دي. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا سيده. سيده قومي اعملي كوبايه شاي بلبن. سيده دلوقتي مرات ابوك، بقى انت خارج بلحمك كده ليه؟ اخسر نفسك يا ابني. فين لحمي ده؟ دي فلانة حمالات زي اللي انت لابسها بالظبط. انا حاجه وانت حاجه، وبعدين اخسر نفسك، انت مش عايز لوحدك هنا في البيت. خلاص خلاص. الله بديم سطرت نفسي وما تزعلش مني. خلاص انا اسف. انا مش زعلان، الدنيا هي اللي مزعلاني، مش عايزه تصالحني. تصالحك اكتر من كده يا راجل، ده امي ماتت من هنا وبعدها بكام شهر رحت اتجوزت، وكمان اتجوزت مين؟ السيده اللي بتخدمنا. يا ابني السيده دي بنت غلبانه وجوزها متوفي وما بتخلفش. وماما اللي دمها لسه ما بردش، اذا بقى بعد ما تموت تتجوز عليها. يا ابني انا راجل عجوز وعايز اللي تخدمني وتساعدني، والسيده دي هي اللي قاعده معانا في البيت وحافظانا، وما ينفعش واحد زيي في عز سن نضوجه يقعد مع بنت حلوه صغيره من غير جواز. الناس هتقول علينا ايه يا ابني؟ انا مش فاهمك، هو انت الراجل اللي عجوز ولا اللي في عز سن نضوجه؟ انت مش لاقي كلام تقول، بس في الاخر اتجوزت سيده وخلاص. اللي حصل حصل يا ابني، وبعدين ما تقلبش عليا المواجع، كفايه اللي انا فيه. مالك يا بابا؟ اشكيلي، انا ابنك حبيبك. لا ما تقلقش يا ابني، بس انا نفسي افرح بيك واطمن عليك بدل ما انت قاعد مكمكم كده في اوضتك. عايز تفرح بيا وتجوزني ولا عايز تهول الاوضه وتطفشني؟ الاثنين، وانا عارف ان قعدتك هنا هتطول، وانا متجوز واحده غريبه غير امك. بابا هو انت متضايق ان انا قاعد معاك هنا؟ لا يا ابني انا مش متضايق ولا حاجه، بس مش واخدين راحتنا، وعايزك تدور لك على حته تانية تعيش فيها، وانا برضه يا ابني هبقى اسال عليك. فيك الخير يا بابا، واضح كده انك بتطردني. بس اوعى تنسى الشقه دي باسم امي وانا ليا فيها اكتر مليك. معاش ولا كان يا ابني اللي يطردك، بس انا راجل عجوز وايامي في الدنيا معدوده دلوقتي، لكن انت شاب دلوقتي تقدر تعافر وتلاقي سكن جديد. شاب مين يا عم الحاج؟ ده انا عجزت وشبت، ده انت فيك صحه وحيويه اكتر مني. الله اكبر، انت هتقر عليا يا سيده. ولا اروح يا سيده. يا رب ادينا صحه زي صحتك بس. مبروك يا محمد. مين معايا؟ انا ريهام. انت مسحت نمرتي ولا ايه؟ لا ما مسحتش النمره ولا حاجه، انا بس ما صدقتش. يعني انت مبسوط ان انا كلمتك؟ يعني طيب لو طلبت منك اني اشوفك ده هيفرحك برضو ولا هترفض؟ لا ممكن، على الاقل اطمن عليك، احنا في بينا عشره برضو. طيب ايه رايك بقى لو نتقابل النهارده في المكان اللي اتقابلنا فيه اخر مره؟ ماشي. باي. مش مهم انا شايف نفسي ازاي، المهم الناس يا ماما، الناس اللي شايفاني رد سجون وصاحب سابقه. ان شاء الله ربنا هيظهر براءتك يا حسام. وافرضي ما ظهراش، اروح فين انا بقى؟ اعمل ايه؟ ان مع العسر يسرا،
وبعدين ربنا عارف انك انت مظلوم ومش هيسيبك وهيقف جنبك ان شاء الله. سامحيني يا ماما، بس انا على اخري، على اخري ومخنوق، والله العظيم مخنوق. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. انا عاوزك يا حسام تصبر وتتفائل وتدور على شغلانه تطلع فيها طاقتك كلها، بدل ما انت قاعد تندب حظك وتبكي على اللي فات. يا ابني اشتغل ايه بس يا ماما؟ اشتغل محامي يا حبيبي. بالبساطه دي يا ماما، محامي مره واحده، لسانس الحقوق اللي انا واخده من كليه شرطه ده اقابله واشرب ميته. انا عندي سابقه رد زبون يا ماما، للمره المية بقولها لحضرتك، انا مش سايب الخدمه بمزاجي، ما ينفعش اشتغل محامي. طب ما نبص لنص الكوبايه المليان وافتكر قبل ما تكون رد زبون كنت ضابط شاطر وليك خبرتك اللي تتقل بالذهب. ما اظنش يا ماما. صدقني يا ابني، زي ما وقعت لازم يكون عندك الاراده اللي تخليك تقف وتقوم من جديد عشان تكمل. وانا هقوم، بس هقوم اطلع اوضتي عشان انام احاول انسى، احاول انسى، دماغي هتفرقع. ازيك يا محمد؟ انا تمام زي ما انت شايفه كده. انت اخبارك ايه؟ انا كويسه طول ما انت كويس. لو سمحت تشربي ايه؟ اي عصير. تمر يا فندم. اتنين برتقان ولا عايزه حاجه تانية؟ انت عارف انا بحب البرتقان. اتنين برتقان تحت امرك. انت زي ما انت، ما اتغيرتش. ده من بره بس، بس انا فيها حاجات كتير قوي اتغيرت. يا ترى ايه الحاجات اللي اتغيرت فيك؟ شغلي، اهتمامي بيهم، حاجات تانية كتير. المهم تكون عايش مستريح. واضح ان مفيش راحة في الدنيا اللي احنا فيها دي، ومش كل اللي بنتمناه بنطوله. لا ممكن نطوله، بس لو اصرنا عليه صدق. ساعات الاصرار ده بيبقى جزء من المشكلة، وفي معظم الوقت بيزودها اكتر. بدأت لما فرجت يا محمد، وبعدين ما انت اهو لسه عامل عملية ناجحة كل الناس بتحكي عنها. اتفضل. أكيد فاكر. بجد؟ أنا لا يمكن أنسى اليوم اللي اتولدت فيه أجمل بنت في العالم. وحشني كلامك. ده هيشجعني أعزمك تيجي تقضي معايا عيد ميلادي. مش هينفع. عشان الظروف اللي إحنا فيها، وكمان عشان باباك ومامتك ما يتضايقوش. وإيه اللي هيضايقهم؟ إحنا مهما كان صحاب ومفيش بينا غير كل خير. ممكن كمان تجيب شاهين ده معاك لو حبيت. ربنا يسهل. حسب الظروف. ايه يا باشا، تحت امر سعادتك. ماشي يا باشا، مسافه السكه، مع السلامه. طب انا لازم امشي عشان عندي اجتماع مهم. هشوفك تاني حسب الظروف. لا اله الا الله محمد رسول الله. مالك يا ساهر يا ابني؟ مش عارف يا بابا، انا كل ما احاول اقرب من شاهين ده بقت بتبعد عني وبتصدني، دي بقتش عايزه تتكلم معايا، وانا عملت معاها كل الطرق وبرضه مش نافع. يا ابني يا سرها، شاهين ده دي بني ادمه حساسه، واللي حصل بينكوا ده هز العلاقه. يا بابا العلاقه اللي بيني وبينها اتدمرت، ما تهزتش. دي ما بقتش طايقه تبص في وشي. ده دليل انها بتحبك. كانت، لكن دلوقتي بقيت احس انها بتكرهني، وللأسف السبب في ده أمي، هي اللي فضلت تزن عليا لحد ما خليت نخرب بيتي بإيدي. بابي أنا كنت عايز أطلب منك طلب. اتفضلي يا حبيبتي. بص بصراحة كده، أنا عايزاك تكلم محمد تعزمه على عيد ميلادي. معقولة يا ريان؟ إيه اللي أنت بتقوليه ده؟ عشان خاطري يا ماما. إزاي بس بابا يكلمه بعد كل اللي حصل ده؟ محمد معقولة يرضى يجي؟ لو شاريني هيجي. ولو ما جيش؟ اوعدك ساعتها ان انا هقفل صفحته دي خالص، بس ساعتها هكون ريحت ضميري من ناحيته وعملت اللي عليا. حاضر يا ستي. ايه ده؟ انت كمان هتطوحها؟ خلينا اريح اما اشوف اخرتها ايه معاه. الو. ايوه يا محمد.
أنا اللواء هاني البابول. إزيك يا ابني؟ في الحقيقة أنا بكلمك عشان أعزمك على عيد ميلاد ريهام. أتمنى أشوفك ليلتها يوم الخميس الساعة 7. مع السلامة. ارتحتي يا ستي؟ آخر راحة، أحلى بابي في الدنيا كلها. بنتك دي بكشة بكش؟ بس طيبة ودمها خفيف. يا سلام، ما فيش يعني بوز المامي؟ لا مامي حبيبتي. اتفضلي، وبكره الصبح ان شاء الله تعدي على محكمه جنوب عشان تشوف تقرير الخبير وصل ولا لا، وبعدين تعدي عليا في المكتب ضروري بدري عشان انا عايزك. حاضر. معلش احنا تعبناكي شويه، انت عارفه ان الاستاذ علاء في اجازه. لا ابدا، انا مبسوطه اني مشغوله لان الشغل شغلني عن حاجات كتير قوي كانت تعبيني. معاكي حق، وانا كمان زيك بالظبط، لولا الشغل كنت تعبت كتير جدا. اصل المرحومه مراتي ماتت وسابتني لوحدي من غير طفل يؤنس وحدته ويسليني. لا الباقيه في حياتك. بحياتك الباقيه، مع انها جايه متاخره. المرحومه مراتي ماتت من 4 سنين وسابتني لوحدي، والوحده هتقتلني. ربنا يعوض على حضرتك ان شاء الله. بس انا حاسس ان ربنا هيرزقني قريب بالانسان اللي هتريحني وتسعد قلبي. طيب انا لازم استاذن علشان لازم اروح القسم لان في موكل هيتعرض على النيابه المسائيه ولازم اكون موجوده. اتفضلي، بس خلي بالك من نفسك وارجوك متاخريش زي ما قلت لك عشان انا بقلق عليك قوي. لا حضرتك ما تقلقش خالص، انا واخده بالي من نفسي كويس قوي عشان خاطر ابني اللي بربيه. عن اذن حضرتك. ما تشيلش هم يا حسين، ان شاء الله ربنا فرجه قريب يا رب. بص لو ما لقيتش شغل اشتغل حر، الشغل الحر ما فيش احسن منه. بأمرت ايه؟ الملاليم اللي فضلت بعد ما اتجوزت سلمى الله يرحمها، وقبليها مجوز شهيده، وبعد كده الشقه وتشطيب الشقه، فلوس اللي معايا ما تعملش حاجه. ربنا بكره يدبرها ان شاء الله يا حبيبي. وحتى لو ما لقيتش شغل انا تحت امرك في اي حاجه تطلبها. تحت امري في اي حاجه تطلبها ازاي يعني؟ فلوس تقصدي؟ اه يا حبيبي، هو مش انا وانت واحد؟ استنى ماما. لا يا شهيده، انا وانت مش واحد، احنا اتنين. انا حسام اخوك الكبير اللي كان بيصرف عليكي وجوزك وكنت بتقعدي على رجله زي ما كنت بتقولي. ما ينفعش تقولي لي كده وعيب. انا هقوم عشان شكلها بتخرف. دي كلمه برضه تقوليها له؟ هو انا قلت ايه غلط يا ماما؟ انا قلبي عليه، وبعدين بقى هو انا هلاقيها منين ولا منين يا ربي؟ خلاص يا جماعه سيبوه يهدى شويه، مهما كان برضه الله يكون في عونه يعني. يا رب هون عليه يا رب. بقول لكم ايه، انا ليه وهاني كلمني وعزمني على عيد ميلاد ريهام، مش عارف بفكر اروح. ما تيجي معايا يا شهند؟ انا في ايه ولا في ايه يا محمد؟ انت كمان تعالي معايا، ما تبقيش رخمه بقى. روحي روحي مع اخوكي، ما تسيبوش يروح لوحده. والعظيم يا رب. الباقيه في حياتك يا ام منصور. حياتي؟ والله ما انا عارفه بقيت حياتي متداري فيها ايه. كل خير ان شاء الله. هيجي منين الخير يا طاهر؟ واحنا بقينا ولاية غير الراجل يحمينا. الحامي ربنا يا ست الناس. ونعم بالله. بقولك ايه؟ فيه مشوار عايزك تبقي معايا فيه بكرة الصبح. مشوار؟ مشوار ايه دي؟ مشوار مهم، وبكرة الصبح هتعرفي كل حاجة. طب ما تقول دلوقتي. ده اني لو قلت حاجة تتقطع فيها رقبتي. للدرجة دي؟ وأكتر كمان يا ست الناس. تعمل إيه هنا يا سيدة؟ هكون بعمل إيه يا أخويا يعني؟ تعبانة وهلكانة من الصبح بنظف في البيت. ربنا يقويك يا سيدة. السلام عليكم. يا بابا يا سيدة. قاعدين في أوضتي بتعملوا إيه؟ أصل السيدة بتنظف لك الأوضة يا ابني. بس ما تتعودوش على كده. أنا مش هقدر أخدمكم أنتوا الاتنين، أنا من هنا ورايح يا أخويا عايزة اللي يخدمني. ليه خدت القرار هتحضري الدكتوراه ولا إيه؟ لا يا أخويا، أصل أنا تعبانة من الصبح ورحت المستوصف اللي جنبنا. ليه؟ كفلة الشر يا سيدة. هتبقى أب يا سيزينهم. بس إزاي ده حصل؟ هيكون يعني إزاي يا سيزينهم؟ الله ما تكسفنيش بقى يا أخويا. أنت مش قلت لي إن هي ما بتخلفش؟ وهي حصلت المعجزة والحمد لله، ربنا أراد إن أنا أبقى أم. يا ما أنت كريم يا رب. يا ما انت كريم يا رب. ومعجزه؟ لا دي المعجزه دي حصلت علشان انا بقى.
عشان تجيب لنا حته عيل يدخلني الجيش ويبقى جيش وسجن. بقول لكم ايه، الواد ده لازم ينزل. ده على جثتي، هو ايه ده اللي ينزل؟ ده ابني، ده نايل اللي بتمناه طول عمري. اخص عليك يا عصام، ده بدل ما تفرح بالعيل اللي انت هتربيه. يا عم الحاج ربي مين، انا عارف اربي نفسي. انا خلاص كبرت يا ابني، والعيل ده لما هيجي انت اللي هتربيه، انت لسه شباب. طب انا عندي حل احلى، انا هموت بدالك وامي يجي تربيه. وانا اعمل ايه بس يا استاذ نياسي؟ ما هو غصب عني يا راجل. ده انا امبارح جيت اتوضى واصلي الفجر انا ومراتي، حاضر ما لقيناش نقطه ميه واحده نتوضى بيها، اتيممنا. وهنفضل على الحال ده لامتى يا استاذ عمر؟ الميه مقطوعه من امبارح، وانا والسكان بنشد في شعرنا، ما احناش عارفين هنعمل ايه. ما تقلقش ان شاء الله شويه هتيجي. ما هي لو قطع عمومي ماشي، لكن المشكله انها قطع عندنا بس، والمصيبه ان احنا مش عارفين لها سبب. بصراحه هي اول مره تعمل كده. على العموم لو ما جاتش لغايه بالليل انا هتصرف. ماشي لما نشوف اخرتها. سلام. ماما انا اتخنقت، انا مش عارف اعمل ايه دلوقتي. طب والحل؟ ده انا حالي واقف، لا عارفه اتوضى ولا اصلي ولا عارفه اطبخ ولا اغسل مواعين ولا اعمل اي حاجه. والله يا ماما عندك حق، موضوع المايه ده بقى حاجه تقرف. طب انا عندي حل. قول يا حبيبي الحقني. نروح نقعد عند اختي ايمان شويه لغايه ما المايه تيجي. ايمان فيها اللي مكفيها، هي ناقصه. يا طنط احنا كمان ما نعرفش المايه دي ممكن تيجي امتى. صح، لولا حبيبتي عندها حق. مفيش حل غير ده ماما. ها قلتي ايه؟ أمري لله، هكلمها واشوف. تعالى يا حسام. شاهين ده ما تزعليش مني لو كنت اتعصبت عليك. انا لا يمكن ازعل منك مهما حصل. الواد وحشني قوي، كل ما اسال عليه ماما تقول لي يا نايم يا في الحضانه. هو فعلا نام مني في العربيه واحنا راجعين من الحضانه. طب وتوديه حضانه ليه؟ تخليه قاعد معانا. هو انا فاضي يا حسام؟ يا ستي انا فاضي، موريش حاجه. لا طبعا ما ينفعش، حتى ماما خلاص مش حمل انها تربي طفل تاني من اول وجديد. عندك حق. ساهر بيسال عليكي؟ اه بيكلمني، عايز يتفاهم معايا، بس انا بقى اللي رافضه اي تفاهم. شاهين ده استهدي بالله وعالي، انتوا بينكوا طفل. والله يا حسام ساهر ده اكتر انسان انا حبيته في الدنيا، بس طلع ما يستاهلش. وانا بقى خلاص عايزه اربي ابني وبس، ومستعده اعمل اي حاجه في الدنيا عشان خاطره. انا بس نفسي تسمعي يا حسام. لو سمحت اجل الكلام في الموضوع ده لوقت تاني، لان انا لازم ارجع المكتب. انت عندك شغل؟ اه. انا اسف، انا اسف، ما اعرفش والله ان عندك شغل، سوري لو عطلتك يعني. طيب هنزل اقعد تحت واخش اقعد في اوضتي. اتفضلي يا ست حكمة، اتفضلي. خطوة عزيزة يا ست حكمة. وحدات؟ ايوه. اتفضلي يا ست الناس، اتفضلي. بيت مين ده يا طارق؟ كل شيء بأوانه يا ست الناس، ما تستعجليش، اتفضلي. دياب 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 دياب، مش مصدق عيني. صدقي صدقي، انا عايش موت مش موت. انا في حلم ولا في حلم؟ احمدك يا رب، احمدك يا رب. اجدي يا طاهر، حسابك معايا بعدين. وانا ذنبي ايه بس يا ست حكمة؟ اني عبد المأمور. اطلعوا انتوا برا دلوقتي، ولما عاوزكم حندهلكم. تعوزني؟ تعوزني ازاي يعني يا سيدي؟ ده انت هتبقى مش طايق تبص في خلقتنا. يلا يا وهدان بلاش تباتي، يلا يلا. اخطأ عليك يا سيدي، اكده. كان لازم اقول لك ايش؟ عشان كل حاجه تبان بحقه حقي. انت حركت لي قلبي يا سيدي. سلامة قلبك يا غالية، طمنيني عليكي وعلى ولدي منصور. دلوقتي أنا بخير، لكن حزنت على ولدي لما فكرته تيت. حقك عليا حكمة، في حاجة لازم تعرفيها وما فيش وقت نضيعه. خير يا سيدي؟ أنا ليا فلوس برا مصر ومحدش هيقدر يجيبها غيرك. برا مصر؟ بس أنا ما فهمش للشغلانة دي. اطمني، المحامي
عمي هيقول لك على كل حاجه اللي هنا واللي هناك. ايوه بس انا ما عنديش جواز سفر وما بعرفش اتكلم لغات. هيكون عندك جواز سفر بظرف يومين، موضوع اللغات ده ما تقلقيش منه خالص، المحامي اللي هناك من اصل عربي. لازم ان انا اللي اقوم بالمهمه دي. انا هبقى لوحدي وما اعرفش حد. هبعت طاهر معاكي ياخد بحسك هناك. بعدين انا ما اقدرش اعتمد اي حد على مالنا ومال عيالنا، ده كل اللي نحتكم عليه في الدنيا. وفي حاجه تاني. ايه تاني؟ عاوزك تطلعي لي شهاده وفاه وتمشي لي في اجراءات الورث عشان ما حدش يشك فينا خالص. بعد الشر عليك يا سيدي.